بتاخد كم في الشهر؟ 7 جنيه. كم؟ 7 جنيه في الشهر. في الشهر. عندك اولاد؟ عندي 7 في الشهر. 7 اولاد. سبع. امك موجودة؟ موجودة وقاعدة معايا. قاعدة معاك. حماتك موجودة؟ دي اخرى قاعدة معايا في نفس الاوضة. فين؟ في نفس الاوضة. كلكم قاعدين في اوضة واحدة؟ سابين الشقة كلها وقاعدين في اوضة واحدة؟ هي اوضة يا سيد. انت شقتك اوضة. انت وامك ومراتك وحماتك وسبع عيال. وبتاخد 7 جنيه. اتكل على الله واشتغل رقاصة. يلا لا اله الا 7 عيال. خد بالك منهم وما يهمكش حاجة. يعني طول ما انت واخد بالك منهم ولا حد يقدر يكلمك. طبعا. يلا هنعمل ايه؟ والله انت ابن حلالة. انت اسمك ايه؟ بوراي. ايه؟ بوراي. بوراي؟ بوراي. الله، وده من ايه؟ لا مؤاخذة يعني. ايه من ايه؟ يعني حساسية يعني ولا زعل؟